4000 فرانك باش تدي هاد الموتور اخويا شي ثاني هاد الزرق اللي الاخوان السلام عليكم، مرحبا بكم معنا في هذا الفيديو. اليوم ان شاء الله باذن الله غادي تعيشوا معنا التفاصيل ديال السوق. اليوم السوق سبت إيموزار كندر، وبالنسبه للناس اللي كيقولوا لي دائما الاثمنه قلنا الاثمنه، اليوم ان شاء الله حاولت ندير لكم جميع الاثمنه ديال السلع. فبقاو مع الفيديو، كملوا الفيديو حتى الاخر، فراه فيديو ممتع وغتعرفوا بزاف ديال الاثمنه وكاين ما يتشاف في هذا الفيديو. شكرا لكم بزاف. وفي هاد اللحظات كنا الا دخلنا للسوق، واول حاجه كندير فاش كندخل السوق كنضرب دوره في السوق كامل باش كنعرف شنو النوع ديال السلعه اللي كاينه وشنو الحاجه اللي يمكن لها تخدم لي والحاجه اللي ما يمكن لهاش تخدم لي. فبقاو مع الفيديو غتشوفوا كل شيء بالتفاصيل. بالنسبه للاخوه اللي كيسولوني ديما على سوق إيموزار كندر فين جا، فراه دائما كنقول لكم بان السوق ديال إيموزار كندر جا بين فاس وإفران، في الطريق الرئيسيه بين فاس وإفران كاينه إيموزار. هذا شحال كيقول فيها اخويا؟ على بحال الميرسيدس. شحال باش تدي هاد الموتور اخويا شي ثاني؟ هاد الزرق اللي هي 20 فرانك. مارشو لله، طلع على الله اخويا، ما عطاوك والو. نو ما عطاو لي والو. ها؟ 400 على الله. لا خويا. سينا نسكر فيه على الله، انت قاعد تشوف. انا راه وضعي. هو من فرنسا. اش نقول؟ لا لا خويا. شحال اخر ثمن؟ شحال هادي اخويا؟ هذاك سامسونج شحال داير اخويا؟ سامسونج صلاح ولا الله؟ لا
تبيلا البريك والجملة اخويا ولا مالا اخويا تبيلا البريك كما كتشوفوا السوق عامر السلعة كاينة تبارك الله مازالين كندورو نقلبو على السلعة صافي 40 ياسر 5 درهم غادي نديها هاد لي زياد شحال كتحسب لهم هادو شحال كتحسب لهم هادو شي حاجه مزيانه ما كاينه خليه يشارجي بيه ما عنده باش يشارجي 100 درهم 150 غير 100 درهم عطاهم 2000 هادو 70 نخدموا بهم والله الا غنخدم بهم بالله ولا بغيتي الدراري معايا في المول ديالنا هي 120 70 داير تيشيرت خويا اسي هي شحال قلنا ديك 100 درهم ديال البيفان يا ميمو لا هما زوج بيا اساس 220 درهم تحركات الحرارة الخوت وقال مشيو فحالنا في هاد اللحظة سير ضربوا الدورة صلاة لي طالكي
هذوك بجوجهم عطيني 150 درهم. عندهم الشارجو راس ولا لا؟ لا كنمشيو بالحجر باش تبيع. اه. هادي كاملة شحال؟ كلشي يعطيني 150. يلا واحسب. يا 80 يا الاخوان، كانت هذه هي الجولة ديالنا اليوم في السوق، وكان هذا هو الفيديو ديالنا كامل. فما تنساوش خليو لنا الاراء ديالكم في التعليقات، كي جاكم السوق اليوم واي حاجه بغيتو تسولوني عليها كنحاول نجاوب على كل شيء. وشكرا لكم بزاف وتحياتي لكم. كان معكم خوكم كريم، فتسناونا في فيديو جديد ان شاء الله وسوق جديد، وتمتعوا شويه بهذا المنظر. يلا تحياتي لكم وشكرا.